موضوع الحوار زي ما بدأنا في ابريل الماضي وقلنا ان احنا محتاجين نتكلم مع بعض او نسمع بعض، كان الهدف منها ان احنا فعلا محتاجين نسمع بعض اكتر. الظروف والتحديات اللي موجودة في العالم في المنطقة وفي بلدنا محتاجين ان احنا دايما شايفين مع بعض حتى رغم الاختلاف ايه اللي موجود قدامنا.